بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة چوتھا یونٹ ہے، الحیات اليومية روزمرہ کی زندگی، الدرس 30 تیسواں سبق، الحوار الثالث تیسرا مکالمہ ہے، انظر وسط میں واحد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. عادل متى تستيقظ يوم العطلة؟ متى کب تستيقظ آپ جاگتے ہو يوم العطلة چھٹی کے دن؟ متى تستيقظ يوم العطلة آپ چھٹی کے دن کب جاگتے ہو؟ استيقظ میں جاگتا ہوں مبكرا جلدی، استيقظ مبكرا میں جلدی جاگتا ہوں. ومتى اور کب تستيقظ جاگتے ہو انت آپ؟ ومتى تستيقظ انت اور آپ کب جاگتے ہو؟ استيقظ میں جاگتا ہوں متأخرا لیٹ، استيقظ متأخرا میں دیر سے جاگتا ہوں. ماذا کیا تفعلوا کرتے ہو آپ کرتے ہو فی الصباح ہی صبح میں؟ ماذا تفعلوا فی الصباح آپ صبح کیا کرتے ہو؟ اشاہدوں میں دیکھتا ہوں التلفاز ٹی وی، اشاہد التلفاز میں ٹی وی دیکھتا ہوں. وماذا اور کیا تفعلوا کرتے ہو انت آپ؟ وماذا تفعلوا انت اور آپ کیا کرتے ہو؟ اقرأ میں پڑھتا ہوں صحیفتاً اخبار، او اور کتاباً کتاب، اقرأ صحیفتاً او کتاب میں اخبار یا کتاب پڑھتا ہوں. اینا کہاں تصلی آپ پڑھتے ہو الجمعہ جمعہ؟ اینا تصلی الجمعہ آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ اصلی میں پڑھتا ہوں الجمعہ جمعہ فی المسجد الکبیر بڑی مسجد میں، اصلی الجمعہ فی المسجد الکبیر میں جمعہ بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. اینا اور کہاں تسلی پڑھتے ہو انت آپ؟ وَأَيْنَ تسلی انت اور آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اسلی میں پڑھتا ہوں فی المسجد الکبیر بڑی مسجد میں ایدن بھی، اسلی فی المسجد الکبیر ایدن میں بھی بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. اور آپ عادل ہیں اور عائشہ صدیق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام عائشہ صدیق، آپ نے ایک پاس کتاب ہے کاغذی شکل میں؟ سر ابھی جمعہ تک بولے میں نے آرڈر کی ہے، جی آئی نہیں ہے، آرڈر کی ہے سر ابھی آئی نہیں ہے. اوکے، پڑھیں دونوں آپ اس کو. عادل فرسٹ میں ہوں. عید بس کو سن لیتے ہیں.
الوحدة الرابعة، الحياة اليومية. الدرس الثلاثون، الحوار الثالث. انظر واستمع. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. 30. الحوار الثالث، انظر واستمع. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة. كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد. الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. والآن جاء دورك. आप दोनों ने इसको साथ साथ रिपीट करना है और तर्जुमा भी करना है। ओके, हो रहा फर्स्ट है, आयशा आप सेकंड है, साथ साथ اوكي इसको रिपीट करना है और तर्जुमा भी। انظر واستمع وأعد. स्टार्ट करूं? पहले सुन लेंगे। متى تستيقظ يوم العطلة؟ اسكو ريبيت كريم وترجمة كني. متى تستيقظ يوم العطلة؟ आप छुट्टी के दिन कब जागते हैं? أستيقظ مبكرا. عائشة is muted. أستيقظ ومتى تستيقظ أنت؟ الجمعة. عائشة. أستيقظ مبكر. نہیں آ رہا ہے سر. أستيقظ مبكرا، میں جلدی جاگتا ہوں. ومتى تستيقظ أنت؟ اور آپ کب جاگتے ہو؟ ریپیٹ کریں. أستيقظ مبكرا، میں جلدی جاگتی ہوں جاگتا ہوں. متى تستيقظ أنت؟ آپ کب جاگتے ہو؟ أستيقظ متأخرا، میں لیٹ دیر سے جاگتی ہوں. أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح؟ आप सुबह में क्या करते हैं? आप सुबह में क्या करते हैं? أشاهد क्या रोटी है؟ التلفاز.
وماذا تفعل أشاهد أنت؟ أشاهد التلفاز، أشاهد أما تي في دكتور. وماذا تفعل أنت؟ और आप क्या करते हैं? أقرأ صحيفة أو كتابا. أقرأ صحيفة أو كتابا. أقرأ मैं किताब पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ? मैं अखबार पढ़ता हूँ या किताब पढ़ता हूँ? अच्छा, मैं अखबार पढ़ता हूँ या किताब पढ़ता हूँ? أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ الجمعة आप जुम्मा कहाँ पढ़ते हैं? أصلي الجمعة في المسجد الكبير. أصلي الجمعة في المسجد القبيل. मैं जुम्मा की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ते हूँ। ठीक है, मैं जुम्मा की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ता हूँ। मैं जुमा की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ता हूँ। वाइना तुसल्ली अंता, وأين और تصلي أنت؟ वाइना तुसल्ली अंत, और आप कहाँ पढ़ते हो? أصلي في المسجد الكبير أيضا. أصلي في المسجد الكبير أيضا, और मैं भी बड़ी मस्जिद में पढ़ती हूँ। सर, उसल्ली का मतलब क्या है? अदा करना। क्या अदा करना, पढ़ना। मिस्टर रिहाना, आप फर्स्ट स्टूडेंट हैं। मिस होर, आप सेकंड स्टूडेंट हैं। जी सर, ओके। स्टार्ट करें। When do you? मैं सेकंड स्टूडेंट हूँ सर। आप फर्स्ट हैं। जी, When do you wake up on holiday? ये खातून है। मता तस्तई की जीना यौम अल-उत्ला। मता तस्तयकिज़ीना यौम अल-उत्ला। أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ؟ أستيقظ تستيقظين أنت، أستيقظين أنت. ومتى تستيقظين أنت؟ ومتى أستيقظين أنت؟ تستيقظين، تستيقظين. تستيقظين أنت. أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا ماذا تفعل في الصباح؟ تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ ٹھیک ہے، ماذا تفعلين في الصباح؟ أشاهد نفس وقت كاتا من بولي. أشاهد التلفاز. أشاهد التلفاز. وماذا تفعلين سر؟ ماذا وماذا تفعلين؟ تفعلين أنت؟
ماذا تفعلين أنت؟ أقرأ صحيفة وكتابا، صحيفة وكتابا. أو كتابا. أقرأ صحيفة أو كتابا. और ये मैंने करना है सर ये क्वेश्चन, वेयर डू यू प्रे द आपके जुमा, पहले जो आईना उसल्ले, आईना उसल्लिल जुमा, أين تصلين आईना الجمعة؟ आईना तुसल्लीना जुमा, आईना तुसल्लीना जुमा, मैं नहीं करना है सर दूसरी स्टूडेंट का लगता है कोई नेट का इशू हो गया। जी।